عتمتي النفاق يا راكبة فينا يطول تنشج الآيات دمعا وتقول هجروني في الرفوف يا رسول أين عني حافظ أين الخليل وحدها تتلو الرياح والتلاوات نواح أينما تدبر هل قلوب الناس مرضى أين من يتلوه غضا كالربيع أخضر سعد من رتلا ورده المنزلا ولمنهاجه لحظة ما سلا إن حملت الكتاب صرت فوق السحاب حزت فاصل الخطاب وعلى ذكرك ذقت يوم الحساب منه أحلى شراب وخطاك العذاب وازدهى عمرك إن حملت الكتاب صرت فوق السحاب حزت فاصل الخطاب وعلى ذكرك ذقت يوم الحساب منه أحلى شراب وخطاك العذاب وازدهى عمرك وخطاك العذاب وازدهى الأحرف شد البلغاء بان ضوءا للبرايا حين جاء فقره وارقى سماء سماء ومع الأملاك فلتصبح ضياء معجز الأحرف شد البلاغا بان ضوءا للبرايا حين جاء
سماء فسماء ومع الأملاك فلتصبح ضياء خذه نورا للعقائد قائما رتل وقاعد واعمر الدور يشتكي في كل يوم يا إلهي عند قومي كنت مهجورا خذه نورا للعقائد قائما رتل وقاعد واعمر الدور يشتكي في كل يوم يا إلهي عند قومي كنت مهجورا وبشرح الصدور فهم بين السطور لا ترين حوضه ورد صم وعور هكذا يرضى الرسول وستحظى بالقبول في أجور كالسيول تغسل الأدران سوف تنجو من ضلال وغدا رب الجلال سوف يسديك الجمال يرجح الميزان سوف يسديك الجمال يرجح عيش جنو القرآن كم فينا تنشج الآيات دمعا وتقول أجروني في الرفوف يا رسول أجروني في الرفوف يا رسول أين عني حافظ أين الخليل وحدها تتلو الرياح والتلاوات نواح أينما أنت دبر هل قلوب الناس مرضى أين من يتلوه غضا كالربيع أخضر سعد من رتلا ورده المنزلا ولمن هاجه لحظة ما سلا إن حملت الكتاب صرت فوق السحاب حزت فاصل الخطاب وعلى ذكرك ذقت يوم الحساب منه أحلى شراب وخطاك العذاب وازدهى عمر عجيز الأحروف شد البلاغات
نضى وأملي البرايا حين جاء فقره وارقى سماء فسماء فقره وارقى سماء فسماء ومع الأملاك فلتصبح ضياء ومع الأملاك فلتصبح خذه نورا للعقائد قائما رتل وقائد واعمري يشتكي في كل يوم يا إلهي عند قومي كنت مهجورا وبشرح الصدور فهم بين السطور لا تريد حوضه ورد صم من وعوه أكذا يرضى الرسول وستحظى بالقبول في أجور كالسيول تغسل الأدران سوف تنجو من ضلال وغدا رب الجلال سوف يسديك الجمال يرجح الميزان سوف يسديك الجمال يرجح أولا سوف يسديك الجمال به خير الكلام مع الآل الكرام تمسك باهتمام بهم تربح ورتل بالصبأ على ظهر الربا كلاما عجبا ألم نشرح به خير الكلام مع الآل الكرام تمسك باهتمام بهم تربح ورتل بالصبأ على ظهر الربا كلاما عجبا ألم نشرح رسول الله لأجل القرآن كم قد عانى وكم ضحى وذاق في التكذيب ألوانا رسول الله لأجل القرآن كم قد عانى وكم ضحى وذاق في التكذيب ألوانا وذاق في التكذيب وفي بدر بدا في الحرب بدرا وفي أحد لاق جرحا وكسرا وفي الأحزاب كان الدرس صبرا ولاح الضوء حتى هز كسرا بدر بدا في حرب بدرا وفي أحد لاق جرحا وكسرا وفي الأحزاب كان الدرس صبرا ولاح الضوء حتى هز كسرا رسول عظيم لرب كريم وخير عظيم لمن صلى شفيع الأنام بيوم الزحام وبدر التمام بل أجلى وبدر التمام
بدر التمام به خير الكلام مع الآل الكرام تمسك باهتمام بهم تربح ورتل بالصباح على ظهر الربا كلاما عجبا ألم نشرح به خير الكلام مع الآل الكرام تمسك باهتمام بهم تربح ورتل بالصباح على ظهر الربا كلاما عجبا ألم نشرح رسول الله لأجل القرآن كم قد عانى وكم ضحى وذاق في التكذيب ألوانا وفي بدر بدا في الحرب بدرا وفي أحد لاقى جرحا وكسرا وفي الأحزاب كان الدرس صبرا ولا حظوا حتى هز كسرا ولا حظوا حتى أيه رسول عظيم لرب كريم وخير عظيم لمن صلى شفيع الأنام بيوم الزحام وبدر التمام بل أجلى رسول عظيم لرب كريم وخير عظيم لمن صلى شفيع الأنام بيوم الزحام وبدر التمام بل أجلى وبدر التمام بل أجلى الله رسول عظيم لرب كريم وخير عظيم لمن صلى شفيع الأنام بيوم الزحام وبدر التمام بل أجلى وبدر رحلت فالسور بدمع كالنهر على الفقد الأمر فلا تعجب وطيبة يسيل بها دمع النخيل على الخطب الجليل أغث يا رب رحلت فاسور بدمع كالنهر على الفقد الأمر فلا تعجب وطيبة يسيل بها دمع النخيل على الخطب الجليل أغث يا رب أوصيكم ألا راعوا الوصية على دم ذرار الهاشمية إذا الأصوات قد أضحت علي رزية فما أدهى الرزية رزية فما أي رحلت فالسور بدمع كالنهر على الفخد الأمام فلا تعجب وطيبة يسيل بها دمع النخيل على الخطب الجليل أغث يا رب أوصيكم ألا راعوا الوصية على دم ذرار الهاشمية إذا الأصوات قد أضحت علي رزية فما أدهى الرزية